اي معاني احنا فطر وكنجين اللي في دقيقه مفتوح اذا جددنا شات دينا شرد اكل حق قدامك في تدعمر. كل صباح يجمع زين الدين واخرون دلائهم الفارغه يركبون دوابهم وينطلقون على طريق ترابي ليتجها نحو البئر الوحيد الذي يعتبر منبع حياة السكان هنا بدوار سكاغرا بعين الدفلة. تحط كرطابك ثلاث حمار تدير بتتعو تابت دير لشان ما على جلج غمامك تعو تعمر بالك من الصباح حتى الليل دير لشان. هذا بيرهاو الخاطوف عليه الدامور الهراوق الزقاق الا هنا قرب احنا لعيب بعضنا بعض على جال دي الماء هذا احنا كان نديروا لهنا هذا الدوار راهو مغبون هذا الدوار راهو مسامحين كاع فيه ساعه كاينه ساعه ما كاجي يطلقها لك نهار بنهار يطلقها لك ساعه ومن 12 تاع الليل يطلقها لك انت تروح ترقد تستنى الصباح تروح تخدم ولا تجي تعمر الماء سقسيني تقول لي شراك تخدم نقول ما يخدم ولا يخدم الماء خدمتي هي الماء. ونحن في طريق العودة تصادفنا مع هذه المشاهد مجموعة من السكان يتسلقون شاحنة لتنقلهم إلى مدينة بوراشد لنتفاجأ بعدم وجود حافلات نقل أو تاكسي أو حتى كلاندستان. شنو نقلك عندها من نقل ما رفدهمش ما رغضش نغامر بروحي بالجماعه بالكاميو ما عندهمش نرفدهم وبني عمي وصغار وصحاب لي كل هذو رفد من الصباح على العشيه الوقت اللي نجينا عقب نرفدهم. رانا مضروب من النقل المدرسي تاع الاولاد تاع الاولاد عندنا النقل المدرسي هنايا عندنا نحوها لنا وجابوا لنا النقل مهمشه البنات ديفو يروحوا يمشوا وحنايا ثاني ما عندناش النقل هنا على كل حال. مع الصباح نوضوا بكري باش تروح تخدم دير ستوب ترسبور مكاش كاش كاميو هكا تلصق تروح لاصق وتجي لاصق. بئر دواب وطرق ترابية هي مظاهر توحي بحياة بدائية لقرية تناساها المسؤولون وراحت ضحية إهمال وتهميش إلى أجل غير مسمى.